الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا شيخنا والحبيبنا ورأسنا الشيخ. شيخ، نحب نصيحة منك للدعاة في الأمريكا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا شرفني أخي فاروق حفظ الله تبارك وتعالى بهذه الزيارة، وسعدت كثيرا بزيارتي مع إخوته، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. أما نصيحتي لنفسي ولإخواني المسلمين عموما، وأخص إخواني الدعاة والمقيمين في أمريكا سواء كانوا من أهلها أو من زوارها، أنا نصيحتي دائما أقول كن يعني رسولا للإسلام. الناس دائما تقيم هذا الدين العظيم بأهله والمنتسبين إليه، فلا تكن عارا على الإسلام، بل كن داعية للإسلام ولو لم تتكلم بكلمة. مجرد أنك مسلم في أخلاقك، في تعاملك مع الناس، في صدقك، في سمتك، في علاقاتك، في كل شيء، في عملك، دائما ادعو إلى الإسلام دون أن تتكلم. فإذا تكلمت فذاك يعني الشيء الجميل جدا إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء أن نحافظ على دعوتنا إلى دين الله تبارك وتعالى بأخلاقنا وسمتنا وتعاملنا وصدقنا مع الناس، هذا أولا. الأمر الثاني أننا نصدق مع الله تبارك وتعالى دائما، والله تبارك وتعالى مع العبد إذا كان العبد معه، يعني لنتعلق بالله تبارك وتعالى في كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. دائما نحفظ الله تبارك وتعالى حتى يحفظنا الله جل في علاه. وكذلك من نصيحتي لنفسي وإخواني أن نجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصب عيوننا، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بتعلم العلم، فاحرصوا على طلب العلم وتعلمه، وهي ثلاثة أمور متصلة بعضها ببعض. وهو أولا أن نتعلم العلم لله تبارك وتعالى، لا نريد به إلا ما يرضي الله جل وعلا، لندخل تحت قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما نصيحتي الثانية، أما الأمر الثاني المتعلق به، وهو أن نعمل بهذا العلم، ألا يكون العلم حجة علينا، أن يكون حجة لنا، أن نعمل به، أن نعبد الله من خلال هذا العلم. فإذا عبدنا الله من خلال هذا العلم كانت عباداتنا يعني على ما يريد الله جل وعلا، على بصيرة، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا عبد الإنسان ربه تبارك وتعالى على بصيرة جاء الخير كله. ثم يختم هذا كله بالدعوة إلى هذا العلم، ورب مبلغ أوعى من سامع. والإنسان إذا كان تعلم هذا العلم وعمل به بقي فقط أن يدعو إليه، وهو مصداق الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلندعو إلى هذا العلم ونجعل نصب عيوننا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف انبرى لهذه الدعوة واستجاب له أصحابه ثم استجاب لأصحابه آخرون. ولنتذكر قضية واحدة أختم بها حديثي معكم، وهي قضية إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نحن نعلم أن أبي بكر الصديق هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من الناس لا يعلم أن أبا بكر حصل من الأجر الشيء العظيم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يكفينا أن نعرف أن أفضل البشر بعد الأنبياء هم العشر المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبو عبيدة. هؤلاء العشرة ستة منهم أسلموا على يد أبي بكر. الله أكبر. فيعني الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعثمان وأبو عبيدة، هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر. الله. فتصوروا هؤلاء الستة الذين يعني حسناتهم كالجبال تصب في حسنات أبي بكر الصديق. من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها. فهذا الرجل يحصل أجره ويحصل أجر هؤلاء الستة الذين أسلموا على يديه. فانظر أنت في حالك كم أسلم على يديك، كم دعوت إلى الخير، كم هديت الناس بفضل الله تبارك وتعالى، ثم احتسب الأجر عند الله جل في علاه. وأخيرا أقول إني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم
آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نحبك في الله شيخ. الله يجزاك خير. الله يحفظك. الله يحفظك. حياكم الله شيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يجزاكم.